بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. معكم دكتورة ماجدة أبو الرب في قسم المناهج وطرائق التدريس في كلية التربية في جامعة اليرموك. أحببت اليوم أن أشارككم بأحد إصدارات الكتب في التربية المترجمة من اللغة اليابانية إلى اللغة الإنجليزية المعنونة Lessons in the Fundamentals of Go. الكاتب طبعا المشهور الياباني توشيرو كاجياما. يشتمل هذا الكتاب على 11 فصلا. طبعا أهم النقاط الرئيسية اللي يعني سلط عليها هذا الكتاب إنه يعني تعريف القارئ سواء كان طالبا مبتدئا في دراسته أو معلما مبتدئا في وظيفته، أساسيات الانطلاق في الحياة، فلسفة الانطلاق والصعود إلى والنجاح في الحياة، أيضا كيفية أو عملية البحث في الحياة، المشكلات التي تواجه الإنسان طبعا والعقبات التي تواجهه أثناء يعني عمله أو أثناء بداية دراسته. لكن ما يلفت النظر في هذا الكتاب أو أهم ما يميز هذا الكتاب أنه ابتعد عن الأسلوب النظري أسلوب السرد، وإنما اشتمل على كثير من الأمثلة العملية. وستجدون في هذا الكتاب عندما يعني تقومون في قراءته كثير من النصائح العملية التي تمكن الفرد من التخطيط لحياته، تحقيق أهدافه بسهولة ويسر، والوصول إلى أعلى القمم. لكن أعود للنقطة التي سبق وقلتها، أنه يشتمل على كثير من هذه الأمثلة، وقدم هذه الفصول عن طريق حوارات بين يعني تمثل في لعبة الشطرنج. والكل يعلم بأن لعبة الشطرنج هي لعبة ذكية، يعني عندما يقوم يعني الأفراد اللعبة هذه يكونوا مبتدئين، يواجهون كثير من العراقيل حتى أنه يصلوا إلى الفوز أو النجاح. لكن بعد ذلك يبين لهؤلاء اللاعبين أو هؤلاء الطلاب أو هؤلاء يعني المبتدئين كما قلت كيف يصبحون محترفين. هذه النصائح والأمثلة العملية اللي يعني في هذا الكتاب. ختاما أود أن أشير أن هذا الكتاب القيم ليس مفيدا فقط كما أسلفت سابقا لطلاب التربية، وإنما لجميع طلبة الجامعة في جميع التخصصات الدراسية. والله ولي التوفيق.